امشي اطلعي برا، امشي اطلعي برا، امشي اطلعي برا بيتي. نجوى هانم برا. بالراحه يا نجوى هانم، بالراحه. مش كده ارجوك قدام الناس، ما صحش. اتفضل يا هانم، اتفضلوا، ما فيش حاجه حصلت. اتفضلوا اتفضلوا، ما فيش حاجه حصلت. لو سمحت يا هانم، مش حضرتك برضه؟ اتفضلوا اتفضلوا. بتاعت الاعلانات، ايه اللي جايبك كده؟ سعاده الباشا، دي مدام ناني، وكيل عام شركه نسك في مصر. لا، شركه نسك عرفت تختار الوكيل بتاعها. بس انت غلطانه يا هانم، هنا مش اجتماع مجلس اداره رجال الاعمال. معلش يا باشا، انا اعتقد ان هانم كانت عايزه تاخد دي فرصه انها تعرف نفسها بيها. اتفضلي اتفضلي حضرتك مدام ناني، اعتقد مفيش مجال للكلام في الشغل دلوقتي. وصلها يا جوه. تحت امرك يا باشا. اتفضلي هانم، بعد اذنك يا باشا. ايه الحكايه يا انصاري؟ اصل عقدها مع شركه نسك متوقف على فسخ عقدي انا معاهم يا باشا. امال نجوى هانم طردتها ليه؟ ما هو ده تاكيد على انها مجنونه. بتهيألي المأذون جاهز لكتب الكتاب، مفيش داعي نضيع وقت. عن اذنك. اتفضل. ماشي يا نجوى، ماشي. انا وانتي والزمن طويل. ميت مرة قايلك قبل كده ان في حدود مش لازم تتخطيها. يا سلام، ده بدل ما تثور لي كرامتي وانا بطرد من بيتك. مش عارف ازاي وثقت فيكي وعملت لك التوكيل وانت بتفكري بالشكل ده. هو النبي ما تفكرنيش، هو فين التوكيل ده؟ انا مجرد شماعة لكن ساعدتك كل شيء. عشان احميكي، لكن في النهاية هيبقى كل شيء ليكي. نهاية؟ نهاية ايه دي؟ نهايتي انا ولا نهايتك انت؟ احنا الاثنين لو الرشيد يعرف هيفتح علينا النار. مدام خايف قوي من رشيدي كده، بتصدرني ليه؟ ليه عايزه يقضي عليا ولا ناوي تورطني يا شريف؟ رشيدي مش غبي، عارف انك انت مش هتستحملي ارصم منه، لكن هو بيدور على اللي بيساندك وبيساعدك. انا مش عايزه يعرف علاقتنا ببعض، لانه لو عرف هتبقى كارثه. لازم اعرف الاول هو بيفكر ازاي. فهمتي؟ انا كل ده ما يهمنيش، كل اللي يهمني انك تجيب لي حقي من طليقتك. هي لسه مراتي. كده يا شريف، يبقى اطلقها والليله. ماما وبابا اتاخروا قوي. سايبين لك الرضع في الببرونه. تتريق حضرتك؟ لما انا عايزاني اعمل لك ايه؟ انا مش فاهم انت مستعجله على ايه؟ يا بنتي الموضوع ببساطه، واحد هايف اتجوز واحده ملهاش معنى. انا ما يهمنيش اذا كان يتجوزها ولا لا. انا بقى ما يهمنيش حاجه خالص، عارفه ليه؟ لان دي عيله ملهاش مبدا، عيله برجوازيه متسلقه. ده صوت عربيه بابا، الظاهر ماما بابا وصلوا. لو كانت عيله متسلقه زي ما بتقول كانوا ناسبوا لاعلى مش العكس. يا بنتي انا اصلا ما يهمنيش حاجه خالص بالنسبه للناس دي، لان هي اصلا ما تستاهلش ان احنا نفكر فيهم. اكيد ماما هتحكي لي على كل حاجه. الناس دي مش لازم نعرفها ابدا. ليه معاكي بقى يا شهير؟ انا هنغلط في الناس ليه؟ عجبك اللي حصل في وجودك؟ لا 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 لا، دي فضيحه. طب اسمعي، اطلعي انت غيري هدومك واستريحي، الموضوع انتهى خلاص. ما لما انت مفروض زيي. ليه يا ماما حصل ايه؟ معقولة؟ ايه يا بابا، انتوا مالكوا راجعين شايفين ليه كده؟ في ايه؟ لا ابدا، ما انت عارف مامتك. الو، انا سليمان الرشيدي. اهلا بيك يا حبيبي، انا عايز منك مهمة صغيرة قوي. الله يخليك. شوف يا سيدي، شركة نسك ادت التوكيل لواحدة اسمها ناني. طبعا ده مش اسمها الحقيقي، هي اصلها ممثلة اعلانات. ايه اسمها ناجية البرعي. طبعا لازم تغير اسمها. نهايته المهم، شوف بقى، عايزك تجيب لي كل حاجة عن شركتها. عايز حاجة؟
عارف ليه بتحسيني كأني رجعت الحضانة تاني. يا رمزي أنا ما عادليش غيرك في الدنيا. بس ده كتير أوي يا ماما، أنا خلاص دلوقتي بقيت راجل متجوز. ولا هتفضل برضه في نظري بيبي صغير لغاية ما تتجدع كده وتجيب لي أنت بيبي ألعب بيه. بس ده لسه بدري أوي يا ماما عليه. عشان كده عايزاكوا تتجوزوا بسرعة، الامتحانات تخلص وحتى قبل النتيجة ما تظهر تكونوا متجوزين. أنا عن نفسي ما عنديش أي مانع، بس طبعاً أمنية أكيد هتطلع لي مليون سبب. هعمل لكم كل اللي أنتوا عايزينه. نفسي أفرح بكم قبل ما أموت. ما تقوليش كده يا ماما، ألف بعد الشر عليك. كان نفسي كمان أطمن على هناء وأديها حقها بإيدي. حقها في إيه يا ماما؟ ما الحمد لله خير ربنا كتير. حقها فيا انا، فرصها مني مش في فلوس ابوكم. ممكن بقى تنسي الكلام ده كله؟ قولي لي عملتي ليه في ناني كده؟ انت عارف ان انا اكبر بكتير من واحده زي دي، عشان كده لما لقيتها داخله الفرح قلت هقابلها بشكل عادي عشان ما تحسش ان ليها قيمه او اعتبار.